هنا طرحك يعني يا دكتور؟ سوري احنا مصحناش صح؟ مصحناش ايه؟ مصحتش حاجة دكتور. دي طرحة صح؟ يا حبيبي. انتي قصدك على مصاص يعني؟ عشان خفيف، عشان الدكتور طبعا خفيف. لكن احنا بنبقى بنحفر. ده حقيقي. اوكي، ناخد بقى ايه كول جراي ده. حطيتي ورقة الضل ايه اللي حصل؟ ايه هيا داليا شايفة؟ ولا بقعة ولا شفتوني بقعة، حاجات غريبة كده بتطلع. هو ابيض. ماشي. هو الواحد بس في الاول بيتخض لما بيعمله، بحيث ان انا بقعت الدنيا، بعد كده لما بيهدى طبيعي. يا جماعه حالي. طبيعي الابيض بتوصل في درجات في الظل، ممكن يبقى اسود كمان يعني. ايه اللي قال؟ وبعدين انت بترسمي دلوقتي على ورقه بيضاء، فلازم تظهري التصميم بتاعك. بصوا ده بتاع برو ماركر بتاع الفا، شويه اهدى منه يعني، لو خايفين بس لو واضح ان هو خلصان. بس انا معايا سيجر عموما. انا بس كنت عايزه اوريكم ان الالفا جاي شويه على لبني مش جراك. انا بحبه قوي. ده خفيف قوي. ده دكتور؟ يا حبيبي هو ده. بصوا بصوا الفرق ما بين برو ماركر وما بين الالفا. بس انا بتهيألي يبقى الالفا افضل. اللي انت عايزاه. انا شايفه الالفا. اللي انت عايزاه. طب دكتور وده؟ لا ده جراي. حسب ده. وده بل. ده شبه شبه الالفا. ممكن تعمليه. عايزاه نشوف. لا ده مخدر. ده مخدر شويه. يعني ده ما لونش بيه برايت. لا لا. ما هطير بقى ايه. كأن فيه شيفون، قطع شيفون طايرة فوق بعض. تمام؟ يبقى لازم اخرج الاوتلاينز بتاعتها. يعني كان في حد سألني فيكم لو انا عايزة ابين ان دي قطع شيفون فوق بعض، هعملها ازاي؟ ببدأ ان انا اطير ال خلاص. كل الظل اللي انا بعمله ده التنايات بتاعت القماش. اوكي؟ طيب وبعدين هبتدي ارسم بالجل الابيض، هرسم الدانتيل بتاعي. ممكن